بين خشونة تضاريس هذا الوادي والحيوانات البرية المتوحشة التي تسكنه، وبين قصص الجن والأساطير والحكاية، عاش أبناء هذه المنطقة الخوف والقلق، واختبروا تجارب مخيفة ليس لها تفسير، ويتوارثها الأحفاد من الأجداد، ولا تزال سجينة خيالهم حتى اليوم. أنا كنت أشتغل بالضنية بالقرن قديم، بس أجي من القرن وأنزل على وادي جهنم وأطلع على الضيا حرار. هي كنت أفزع من الوحوش، الحشرات كانوا يحكوا لي حكايات، حيايا ومحيايا ورصد وما رصد اللي عايش فيه، وحركات يعني ما بعرف كيف يقولوها قديم جدودنا، وتفاجئوا بشيء يعني في ما بعرف شو بيقولوا لها هذه جنيات وما جنيات وحكي، والقد جنيه هنيك القد جنيه هنيك مدري ايش هيك عادي، بس فزعوني بالحكايات جدودي وامي وبي واهلي. كنت خلني تحت خوف، خلني خوف من الضبيع ما يجوا علي، انه في حكي في صوته، ما انه ساكتي بيوكلك الضبع. يا مي جنى يا مي جنى يا مي جنى، هزي ولوحي يا أرزة بلادنا، هزي ولوحي يا أرزة بلادنا. نحن ما كنا نخوف لأنه كنا معودين على الجبل، وننام مثلا ننام حد الطرشات مثلا حد البقرات حد العنزات، يعني ننام حد من المحل بكون نحن مسرحين او مزربين هون او وننام حدهم. هلا نسمع اصوات بالليل نحن، بس انه ما نخوف، يعني نقرا مثلا او نقوم نسمى او نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او بسم الله الرحمن الرحيم، اي ما عود نسمع اصوات. نحن كل شغلنا بالليل بالمشاحر، نقص الحطب ونعمل مشاحر ونعبيها ونظبطها ونرتبها ونشعلها وننام حد منها هذا المشعر، مش ما حدا يجي يلعس عليها يخربها وكذا، فقر وتعتير بدل هديين بال ما بعرف شو. اجى المشعر انا حطيت شوي، اجى هذا شو اسمه الوحش دعس فيه، هي شعله دعس فيه احترق وصاري عوي وهرب، ما عرف شي مشي، هرب دشر المشعر وهرب. هلا اكيد مثله مثل غير وديان بيطلع عليه قصص، انه في اساطير مثلا، في جن، في قصص مرعبه بتصير بقلب الوادي، خصوصي بسبب طبيعته، يعني طبيعته الجغرافيه كثير صعبه، تضاريسه صعبه، بقى بيطلع فيه قصص انه في وحوش وفي شغلات بقلبه، لهيك الناس اجمالا بينفروا منه.